فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا من خارج هذه البلاد، ووالدي قد غاب عن والدتي لمدة تقارب العامين لظروف صحية ومادية له، فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز هذا الأمر؟ كان معذورا، إذا كان معذورا فلا حرج في ذلك، أما إذا كان غير معذور فلها الحق أن تطالب بحقها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.